يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم الإنفاق على الفقراء إذا كان الدخل محدودا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا، قال ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فتبدأ بنفسك أول شيء ثم بمن تعول من أولادك ووالديك وأقاربك ثم إخوانك المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخل لكن إذا وصل الإنسان إلى درجة من الإيمان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، مثل ما كان من الأنصار رضي الله عنهم، فهذا هذه درجة عليا الإيثار على النفس. نعم.